بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم في طاقة جديد مقاعد الزر الرحمن الرحيم اللي وحين كملوا لابارتي الثانية تاع الانترفال في ارتع بون. في الفيديو اللي فات مهم عرفنا منين جا الانترفال تاعنا بي ار وعرفنا الفرق بين لو سيغمون بي ار الى انترفال بي ار. دوكا راح نشوفوا حاجة اخرى نكملوا في التصاور تاعنا. هاو الانترفال بي ار تاعنا قلنا من لو دي بي انا في الانترفال ماشي لو سيغمون. المهم الانترفال بي ار تاعنا قلنا يبدا من لو دي بي تاع لون دو بي حتى لو دي بي تاع لو كومبلكس كي راس اللي هو لون كا. ها هنا لون ها بي ار تاعنا توجور. او هنا عندنا رسم اخر. رسم اخر هذا واش يبين؟ يبين الفرق بين الانترفال بي ار اي. عندنا هنا لو سيغمون بي ار بصح كاينه حاجه هنا اللي تحتها اللي هي الانترفال بي ار. حذاري الفرقة لازم تفرقوا بين الانترفال اي لو سيغمون. الانترفال بي ار اللي هو بين ابتداء من لون دو بي حتى بداية لو كومبلكس كي راس اللي هو لون دو كا. بصح لو سيغمون بي ار هو نهاية لون دو بي وبداية لو كومبلكس كي راس. لازم تفرقوا بين لو سيغمون والانترفال بي ار. كملوا نجيو تعريف اخر. نجيو هنا للتعريف هذا الاول تاعنا. واش قلنا الانترفال بي ار؟ واش معناتها الانترفال بي ار ولا لو بيكي؟ حذاري الانترفال بي ار ولا رمزو له بكلمه بسميه لو بيكي. قالك هو اي لو طون اونتر لا دي بي دو لون دو بي اي لو دي بي دو كومبلكس كي راس. مليح. الي الي تيموا دو لو طون نيسيسيار ا لا ترانسميسيون دو لانفلي الكتريك دو لا نو سينيزال دو لوريات اي لو تيسي دو ميوكارد اي دي فونتريكيل. هو تسمى حذار يا رانا في الانترفال بي ار وليش لو سيغمون بي ار. كيك الانترفال بي ار هو من بداية لون دو بي تسمى من بداية لو نو سينيزال يعطينا الطاقة الكهربائية والنهاية تاعو هي بداية لو كومبلكس كي راس اللي هو لا ديبولاريزاسيون تاع لي فونتريكيل تاعنا. ومنه الانترفال بي ار هو الوقت اللازم باش لانفلي الكتريك تاعنا يروح من لو نيس سينيزال الى غايه لي فونتريكيل تاعنا لا كونديكسيون اللي هي تسمى لا كونديكسيون اوريكولو فونتريكولار. تسمى من لو نيس سينيزال صرا ديبولاريزاسيون تاع لي دو اوريا تاعنا من بعد يروح لانفلي الكتريك يروح لو ني اوريكولو فونتريكولار من بعد يلحق لي فونتريكولار تاعنا باش يبداو راح ينقابضوا يتصرا لهم باش يبداو باش ترى لهم ديبولاريزاسيون لي فونتريكولار تاعنا. هذا هو اسمه الانترفال بي ار وموش لو سيغمون بي ار. حذاري يقولك لا دوري نورمال ميزيري او لي دي بي دو لون دو بي اي لو دي بي دو كومبلكس كي راس اللي هي 0.12 حتى 0.20 سيكوند. يقولك لا دوري دو لسباس بي ار ديميني لوسك لا فريكونس كاردياك اوغمونت اي ال نورمالمون ايزو الكتريك. نوي ترنا تسمى كي يكون عندنا الفريكونس كاردياك يزيد راح نماركيو حاجه اللي هي لا دوري تاع لي سباس بي ار راهي تنقص. نشوفو تعريف اخر. انا واش قالنا لانف الكتريك اريف اونسويت او نيفو لو ني اوريكولو فونتريكولار بويس لي فيسو دو هيس او اوكان ستريكتير كاردياك ني دي بولاريزي. هنا هنا تسمو يحكي لنا على طاقه لانف الكتريك كي يلحق لوني اوريكولو فونتريكولار راح نسجلو سيغمون ايزو الكتريك في السيجي تاعنا. علاه؟ عماك ما كان حتى ستريكتير ولا اي حاجه تنقاض تصرا ديبولاريزاسيون اللي نسجلو ان سيغمون ايزو الكتريك. كيك ايل اكزيست دونك ان اسباس ايزو الكتريك ابري ان اسباس بيكا بي كي او بي ار. باش نزيدو تعريفات اخرى. المهم كل ما نزيدو تعريف انا نهزو حاجه ونحفظوها. يقولك هنا لي سباس بي ار ولا نسميوه ولا نسميوه لو بي كي ار. قالك راهو كورت سيغمون ايزو الكتريك. حذاري ايزو الكتريك تسمى راهو في لو سيجي تاعنا يجي خط مستقيم. يجي خط مستقيم ما فيهش لي زوند كلوند بي ولا ما فيه حتى موجه موجبه ولا موجه سالبه. هذا واش معناتها ايزو الكتريك؟ يقولك سيباري لوند دو بي على لو كومبلكس كيراس. مليح. يقولك دو دي بي تاع لو بي او لو دي بي دو كيراس. هذا هو البدايه تاعو من لوند دو بي حتى بدايه تاع لو كومبلكس كيراس. كي كوريسبوندون ا لا كونديكسيون لا كونديكسيون اوريكولو فونتريكولار. هذا هو تاعو. تسمى لانف لي الكتريك تاعنا كي يعبر من لي زوري تاعنا حتى لي فونتريكولار. هذه هي لي سباس بي ار هو كوريسبوندون تاع التاريخ تاعو لا كونديكسيون اوريكولو فونتريكولار ميزيري سور لو بلون فرونتال وليس اوريزونتال. يقولك لا دير نورمال تاعو عرفناها بزاف بصح حنا نعاودو فيها.
يقول لك فاريابل اون فونكسيون دو لا فريكونس كاردياك لونغ اون كا برادي كاردي ايكورت اون كا تاكي كاردي. قلنا الفريكونس كاردياك كي يزيد ليسباس تاعنا بي ار راح ينقص، وكي يكون عندنا العكس كي يكون الفريكونس كاردياك تاعنا ينقص الانترفال بي ار تاعنا يزيد، كي شوف العلاقه طرديه. نزيد نكملوا ليسباس بي ار قالك هو لو طون اونتر لو ديبي دو لوند بي لو ديبي لو كومبلكس كي اس عرفناها، لا هو لو كونديكسيون اوريكولو فونتيك عرفناها، لا دوري تاعو عرفناها، وراه ايزو الكتريك عرفناها. نزيد نشوف تعريف اخرى. نجيو التعريف هذا مليح، شوف واش يقول لك الانترفال بي ار ميزيري دوبوي هذا عرفناه من لون دو بي جيسكا لو كومبلكس كي ار اس اون الونجمون لون دو بي لو سيغمون بي ار. ها اللي عجبتني، ها اللي الحوسه عليها، يقول لك اون دوا اتر ميزيري واش من ديريفاسيون لي نقيسو بها تسمى المليحه، تسمى نقدروا لو سيجي تاعنا نقيسوه مكل بصح وراه هي المليحه. قالك اون دوا اتر ميزيري سور لا ديريفاسيون avec l'onde de pi la plus haut et la plus large et le complexe qui reste est le plus prolongé. C'est ma roche les dérivations terrain. Surtout frontal, la moyenne moment frontal, le mla. Surtout frontal. Roche les dérivations terrain frontal. Nous ou l'onde de pi ou une coune radia qui vire bzaf ou une coune arrêta. C'est ma large qui vire bzaf et le complexe qui reste terrain est coune prolongé. Toi, je suis là, je ne peux pas mesurer لوند دو بي لانترفال لو سيغ لانترفال تاعنا بي ار مليح. عندنا لانترفال بي ار انكلي لا ديبولاريزاسيون دي دو اوريات اي لا ديبولاري اي لا بروباغاسيون دو ستيميلاسيون دو لا ستيميل ا ترافير لو ني اوريكولو فونتريكولار اي لو سيستيم دو كونديكسيون جيسكا ا سو كو دي ميوكارد فونتريكولار كومونسي ا سو ديبولاريزي. يقول كلانترفال بي ار هذا واش هو عبارة عن la dépolarisation de les deux oreillettes. D'accord, on a l'intervalle PR ou si on a la dépolarisation de les deux oreillettes ou l'infléchitique qui fout le nœud auriculo-ventriculaire. C'est un inhib les ventricules. C'est l'intervalle. Je vais vous dire que Gellik, il n'inclut pas le taux de conduction du nœud auriculo-ventriculaire droit. L'intervalle PR contient aussi la repolarisation auriculaire. Hadaï, l'onde de T opposant à l'axe de l'onde de P, mais comme la repolarisation des oreilles anormalement et l'amplitude de base du segment PR est habituellement isoélectrique dans la plupart du cas. نجي هنا عنوان صغير برك اللي هو لي زيليمون تاع الانترفال بي ار. هذا الانترفال وليس لو سيغمون. اول حاجه عندنا لون دو بي وعرفنا واش هي لون دو بي في الفيديوهات اللي سابقين، كل كنا نعرفوا لي كاركتيريستيك تاعها تما فوت ديريكت في اعماك الوقت هو يداهم هنا. المهم اللي بغى يراجع ولا ويقرانا برك لا كاركتيريستيك تاع لون دو بي نكملو ديريكتوم. وانا نحوس هنا برك لو سيغمون بي ار تما الانترفال تاعنا بي ار وينقسم الى زوج لون دو بي اي لو سيغمون بي ار. واش هو لو سيغمون بي ار؟ لو سيغمون بي ار اي لو سيغمون ايزوإلكتريك situé entre la fin de l'onde de pi et le débit de complexe qui reste. Il est contenu dans l'intervalle PR. هذا هو le segment PR. من نهاية l'onde de pi حتى بداية le complexe qui reste. هذا هو تسمى le segment. بين الفرق بين le segment et l'intervalle. هذا لي. بون انا وزدت لك تعريف اخر واش هو l'intervalle PR ولا بي كي تسميها. يقولك هو عبارة عن طور دو كونديكسيون اوريكيلو فونتريكولار. يقولك الانترفال بي ار كوريسبوندون او ديلي اونتر لا ديبولاريزاسيون تاع لي زوغاي اي سيل دي فونتريكولار سي لو طون دو بروباغاسيون دو لون دو ديبولاريزاسيون اترافير لي دو زوغاي لوني اوريكيلو فونتريكولار اي لو فيسو دو هيز لو ريزو دو بيركيجيان جيسكا او سيل دي ميوكارد دي فونتريكول. ها شرحها لك طول بلي ديتاي. قالك الانترفال بي ار تاعنا هو تسمى نتبعو لانفلي الكتريك من لو نو سينيزال كيعطينا لا ديبولاريزاسيون جيسكا لي ريزو دو بيركيجيان. هذا مكان تسمى لو نو تسمى الانترفال بي ار راهو يقيس لنا لانفلي الكتريك تسمى من واش يحسبو من اول حاجه من لو سينيزال بعدا يروح لي دو زوغيال بعدا يروح لوني اوريكولو فونتريكولار بعدا يروح لي فيسو دو هيس بعدا يروح لي ريزو دو بيركيجيان باش يلحق لي فونتريكول يبدا باش يتصرا هو دي بولاريزاسيون ثم يحبس الانترفال بي ار تاعنا. يقولك السؤال هنا كومون ميزوري الانترفال بي ار تاعنا كيف نقيسو. اول حاجه يقولك ميزوري هو من لو ديبي تاع لون دو بي حتى لو ديبي دو كومبلكس كياس وعرفناه. ها
هنا كنا لي كاركتيريستيك بي ار نورمال لا ديري نتاعو بين 3 5 دو بوتيت كاري. كيما هناك تشوفوا في الرسم هذا بي ار يكون نورمال، واذا كان قل عندنا انومالي راح نقولوها، واذا كان اكثر من 0.20 كاين انومالي راح نذكروها. نزيدو شويه تعريف اخرى. هذا تعريف اخر والاخير او ما قبل الاخير. قالك الانترفال بي ار هو لو طون دو بروباغاسيون دو لاكتيفيتي اليكتريك دوبوي لو نو سينيزال جوسكا لو باساج ا ترافير لي فوا دو كونديكسيون اوريكولو فونتيكولار. هذا مكان لا ميزور دو لا ميزور تاعو دوبوي لون دوبوي جوسكا لو ديبي دو كومبلكس كيرات. قالك لو فالور نورمال تاعو عرفناه هنا. واش يجي يقولك الانترفال نورمال شاس لا ديل تاعنا شاس لا ديل شاس انسان طبيعي تسمى اديل تشاب. يقولك الانترفال بي ان نورمال بين 0.12 اي 0.20 سيكوند اللي هو 3 5 دو بوتيت كاري. من الصباح وحنا نعاودو ان شاء الله نوركم فهمتو لي كاركتيريستيك هذو، نعاود في التعريفات باش تحفظوهم تما. ما كان لا تزيد تعاود تولي ماشي نعيد قاد نعيدك تما غير هذا الكاري هذا. والسلام عليكم. قادر تنسى بصح راني مسموح نعاود التعريفات 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 باش تحفظ. قال لك جينيرالمون الي بلي كور تشيز لي زونفون فوغ لو سي جي بيدياتريك اي بلي لونغ تشيز لي بيرسون اجي. تما هذا جينيرالمون راح عندك لي كاباتولوجي كيكون كبير ولا صغير. بصح كاين لي زيت اكسيبسيون تاع استثناءات. شاز طفل صغير تما كيكون صغير بالتربات على بي ان نقولو حاله طبيعيه، وللاشخاص الكبار لي سوجي اجي كيكون كبير قادر نقولو نورمال. دوكا بعد ما كملنا لي كاركتيريستيك تاع لو كومبلكس تاع الانترفال بي ا تاعنا، حنروحو الفيديوهات الجايين ان شاء الله نقراو لي برينسيپ كوز تاع لي باثولوجي تاع لسباس بي ا. واش يقولنا انا نديرو تعريف صغير برك. لسباس بي ار كومونسي افيك لو ديبي دو لون دو بي تيرميني افيك لو ديبي دو كومبلكس كي راس. قال لك لو باساج دو نورو كذا مهم انه يعطيك الحاله الطبيعيه كيما كيشغل. دوكا هنا ملخص عطاك ملخص. قالك لي انومالي دوكا حنقراو لي انومالي باش نشرحو في الفيديو الجاي. قالك سوا يكون كورت تسمى اقل من 0.12 ثانيه اللي هو اقل من 3 بوتي كاري، ولا قادر يكون تاعنا انترفال بي ار تاعنا يكون لونغ تسمى اكبر من 0.20 ثانيه، ولا اكبر من 5 بوتي كاري. كي يكون عندنا يكون صغير اللي هو كورت تسمى يكون عندنا الاسباب يكون عندنا سندروم دو وولف باركنسون وايت، ولا سندروم دو لونجانجيون ليفن، ولا كي يكون عندنا راهو لونغ يكون تسمى يكون عند كي يكون الانترفال بي ار تاعنا لونغ كبير يكون عندنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار سوا تيب 1 سوا تيب 2 سوا تيب 3. هذا ان شاء الله كل حنشرحهم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. كل فيديو نديروا له واحد فيديو صغير نفهمهم ان شاء الله. قالك هنا ها ملخص صغير برك كومو كالكولي لسباس بي ار. قالك لا ميزي دو لا دي بي دو لون دو بي جيسكا لو كومبلكس كي اس هو لو طون تاع لو كونديكسيون اونتر لو نو سينيزال اي لو ميو كارد فونتريكولار عرفناها. قالك كان باثولوجي تاع الانترفال بي ار تاعنا كيكون نورمال راهو لو بي ار تاعنا كومبون من 0.12 حتى 0.20 زايد اساتشون كيما باش تشوفو. نورمال بين 0.2 0.1 كيكون سوبيريور ا 0.20 ثانيه اللي هو يكون كبير البي ار لون. يقول قادر يكون عندنا بلوك اوريكولو فونتيكول راح نشرحو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. قادر يكون صغير اقل من 0.12 سيكوند. نشوفو قادر يكون عندنا السندروم بري اكسيتابيليتي اللي هو سندروم مورف باركنسونيا وايت، ولا لو سندروم الثاني او كاين زوج سندروم تاعنا الثاني كيكون كورت. يكون عندنا سندروم لونغ غانجوان لايفين هذا ولا وورك باركنسون يا واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كان اي سؤال ولا فحطه في التعليقات وان شاء الله نجاوبكم، واذا كان ملاحظات ولا خطا في الفيديو فانا من مباشره نقدر نغلط. علقوا لي وصحوا لي نورمال. وصلى الله على نبينا محمد.